تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30. اللي تأخر اليوم لين 12:15 بسبب برنامج النشرة، الأخوان اللي قبل البرنامج عندنا قدموا مادة، احنا ما راح نشتكي على المضمون، أكيد راح نشتكي لإدارة روتانا على التأخير اللي سووا فينا اليوم. نروح نشوف عناوين الحلقة. الأسباني لوبيز مدربا للمنتخب السعودي الأول لثلاث سنوات، وأحمد عيد يكرم الحكام السعوديين المشاركين في خليج 21. عمليتان جراحيتان تبعدان أيوفي حتى نهاية الموسم، والنصر يفتش عن بديل، والهلال يطلب حكام أجانب في نهائي ولي العهد. المهنا لكرة، أتمنى حكام سعوديين في نهائي ولي العهد. وخليل جلال يؤكد التكريم دعم لنا وللجيل القادم من الحكام السعوديين. نايف العنزي يكشف النقاط الفنية للمتأهلين لنهائي ولي العهد. وركاء تتكفل برواتب المدربين الوطنيين. عبد الرحمن المالكي والحسن اليامي يصادقان على حديث الحكم عبد الله القحطاني لكرة، ويؤكدان الفرج لم يحصل على بطاقة صفراء. الواحد لازم يبتسم. الله يطلعون علينا اشاعات دول يا شباب في برنامج النشر. اسمحوا لي بداية الحلقه ان نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو كابتن نايف العنزي، يعني يطلعوا علينا اشاعات ان احنا ناس كايبين جدا. مساء الخير نايف، اهلا وسهلا فيك. سعيد بوجودك معنا. الله يعطيك العافيه، سعيد اكثر بوجود الاخ والصديق سامي. سامي مساك الله بخير، يستحلي الوايس فور. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة، ومرحبا المستمعين، وشكرا لكم على أنكم جمعتوني بنجم الذي أحبه وأقدره، بروف نايف، يعني إنجاز التعبير. يستاهل كابتن نايف. خلينا نشوف أخبار شوت، بعد أخبار شوت نواصل تقديم الحلقة. وقع ظهر اليوم الاثنين الاسباني خوان لوبيز كارو المدير الفني للمنتخب السعودي الاول لكرة القدم عقدا لمدة 3 سنوات للاشراف على الدفة الفنية في المنتخب السعودي الاول لكرة القدم، وذلك في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض، وبحضور احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفي اجتماع مجلس الإدارة للمنتخب السعودي الذي تم التطرق فيه إلى المباراة القادمة للأخضر السعودي والتي ستكون أمام أندونيسيا في 22 من شهر الحالي ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2015. وتم وضع الترتيبات الخاصة بهذا اللقاء والتنسيق للمعسكر الذي سيقام في ماليزيا قبل أسبوع من المباراة، والتي يتخلله إقامة مباراة ودية مع المنتخب الماليزي خلال المعسكر المقبل للأخضر. قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة دوري المحترفين السعودي استمرار التراخيص للأندية الاتحاد والنصر والاتفاق لاستيفائهم المعيار المالي والقانوني، وتم سحب الرخصة من نادي الرائد لعدم استيفائه المعيار المالي. وكان فريق عمل إدارة التراخيص لرابطة الدوري قد قام بزيارة أندية دوري زين في الأسابيع الماضية، واطلعوا على جميع متطلبات الدخول في نظام تراخيص الأندية، وتم إعداد تقرير مفصل عن كل نادي. وعلى صعيد آخر، يغادر يوم غد الثلاثاء محمد نويسر نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس رابطة دوري المحترفين وعضو لجنة الأندية بالاتحاد الدولي إلى زيورخ السويسرية، وذلك لحضور اجتماع خصص لمناقشة لائحة وكلاء اللاعبين وعقودهم الاحترافية. أطلقت شركة ركاء القابضة الراعي الرسمي لدوري الدرجة الأولى للمحترفين مبادرة فريدة من نوعها، بحيث تكفلت برواتب المدربين الوطنيين الذين تتعاقد معهم أندية دوري ركاء اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل، وذلك رغبة منها في دعم المدرب الوطني في المملكة. وأوضحت ركاء أنها ستدفع مبلغا وقدره 120,000 ريال سنويا لكل ناد يتعاقد مع مدرب وطني
حاصل على شهادة البرو الدولية في التدريب، حيث أن هذا الشرط سيدفع المدربين الآخرين في المملكة غير الحاصلين على هذه الشهادة إلى السعي لأخذها إذا ما علموا أن هناك من سيدعم الأندية للتعاقد معهم، حيث يوجد مئات المدربين السعوديين المسجلين في الاتحاد السعودي، إلا أن قلة منهم هم من حصلوا على شهادة تدريبية معتمدة دوليا. أجريت صباح اليوم الاثنين لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الإكوادوري جيمي أيوفي عمليتين جراحيتين للإصابة التي لحقت به في مباراة النصر أمام الرائد، وجاءت العملية الأولى لتثبيت المفصل بشريحة ومسامير، في حين جاءت العملية الثانية لتجبير عظمة الساق. وعلى صعيد متصل يعقد بمقر المركز الإعلامي بنادي النصر الخامسة من مساء غد الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لمدرب الفريق الأول لكرة القدم الأوروغوياني كارينيو إلى جانب البرازيلي رافائيل باستوس، وذلك للحديث عن استعدادات الفريق لمباراة العربي الكويتي في ذهاب دور الربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد العربي لكرة القدم، والتي ستجمع الفريقين الأربعاء القادم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. كرم أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الحكام السعوديين الذين شاركوا في تحكيم مباريات دوري كأس الخليج 21 في البحرين، وهم حكم الساحة الدولي خليل جلال والحكم المساعد الأول الدولي عبدالعزيز الأسمري والحكم المساعد الثاني عبدالله شلوي، والذين أداروا نهائي خليج 21، وذلك على هامش الاجتماع الشهري الدوري للجنة الحكام الرئيسية مع الحكام كافة ظهر اليوم الاثنين في مقر الاتحاد السعودي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض. وجرى التكريم بمناسبة نجاح الحكام جلال والأسمري وشلوي في المباريات التي شاركوا في تحكيمها بدورة كأس الخليج الأخيرة، حيث قدم لهم هدايا ومكافآت مالية ودروع تذكارية. طيب هذه الأخبار شوت، خلينا نبدأ مباشرة. لوبيز مدربة للأخضر لثلاث سنوات قادمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستقرار مطلب مهم بالنسبة للمنتخب، هو جلس فترة طويلة في المراحل السنية، لكن امتداد الثلاث سنوات يعني مرحلة ربما يعني يحدث فيها أشياء كثيرة. أنا كان ودي طبعا إحنا مشكلتنا دائما يعني مجرد تحقيق أي نتيجة زي ما حصل حتى من بعض الأندية يعني العقود الطويلة، ثم يحصل بعد ذلك يعني تغير في الآراء أو في النظرة في بالنسبة للمدرب من حيث النتائج. طبعا إحنا يمكن لا يوجد عندنا يمكن استحقاقات سواء كأس آسيا أو يعني الفترة يمكن هي سانحة لإعادة يعني بناء منتخب جديد، لأن التصفيات أو الوصول لكأس آسيا ومن ثم التصفيات يعني هي المنافسة أو البطولة الوحيدة اللي قد تكون يعني شبه مقياس بالنسبة للمنتخب السعودي. يعتبر استقرار ثلاث سنوات هي استقرار، إذا حتى نفهم أنه هذول اللاعبين يعني جزء كبير منهم كانوا تحت إشرافه هو يعني. هو لا يوجد تحت إشراف إلا مصطفى بصاص وش اسمه وفهد المولد، بس هذول اللي مروا عليه. إيه الفرج يحيى الشهري ما مروا على هالمدرب أبدا. لا هو أساسا ترى مدير فني ما درب هو. إيه أنا عارف. إيه؟ هذول ما كانوا تحت عينه في الفئات السنية. هو تحت عينه بس إنه ما دربهم يعني ما مارس تدريب معهم، اللي كان هو مدير فني على المدربين اللي يعني كانوا متواجدين. هو مدير فني على مدربين الفئات السنيه ولا إيه؟ واكيد انه مطلع إيه تحت عينه. إيه؟ انا اقصد انه يعني على الاقل عنده انطباع، عنده نظره عن هالمنتخب، حتى في منتخب باء لما كان في منتخب باء ما كان هذول تحته ولا هو كان قبل. الا ايضا يعني مطلع يعني سواء على المنتخب الاول ايام ريكارد او حتى على المنتخب اللي كان يعني يشرف عليه الرجال والكابتن صالح المطلق. طيب سامي، أنا بأنظر لها من زاوية إعلامية. اللي قرأناه اليوم في الشرق الأوسط مثلا تصريح للمتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ عدنان معيبد أكد أنه التعاقد مع المدرب سيكون بعد مباراة إندونيسيا. أوكي، سنتريث ثم يعني نبحث شأن المدرب وخصوصا لوبيز. اليوم تفاجأنا بأنه الاتحاد يعلن رسميا التعاقد مع المدرب، إذن في تضارب في الآراء من متحدث رسمي وعضو مجلس إدارة الاتحاد. أنا شخصيا أخشى أننا بعد مرحلة قريبة نقول والله إحنا استعجلنا بتعاقد وتحديد السنوات،
في مدة فترة التعاقد. يعني أنا أتصور صراحة أنه كان من الأولى والأفضل أن نتريث قليلا إلى بعد مباراة إندونيسيا، أن لا نستعجل، يعني خصوصا أنه المدرب أوكي قدم. طيب يمكن هم يخافون أن والله المدرب مثلا لو كان العقد مؤقت أنه المدرب يحقق نجاحات مع المنتخب وبعد كذا يصير السعر يفرق كثير. لا بس هو أوريدي متعاقدين معك، له مهمة في أولمبية على المدى البعيد. أي بس هو رفض يعني أنه الإشراف على المنتخب الأول كمدرب إلا بعقد. والله أنا مثل ما قلت لك أخشى أن نكون قد استعجلنا، خصوصا أنه كان في تضارب في الرأي بصفة رسمية. لكن مع كل ذلك نحن مع المنتخب ونلتف حول المنتخب من أجل يعني إعادة الوهج والذكرى الجميلة والأداء الجيد الذي يتناسب مع سمعة الكرة السعودية. طيب اللاعب الشباب سابقا عبد الله عطيف تم الاتفاق بينه وبين الإدارة الهلالية والإدارة الشبابية على انتقال اللاعب. تعرف أنه اللاعب ما يقدر يجي السعودية إلا بموافقة نادي الشباب. خلص الموضوع وراح اللاعب بشكل كبير الآن لاعب هلالي. أنت عاد في نادي الشباب وأكيد مر عليك اللاعب ولا ما مر عليك؟ لا مر علي، شفته من الناشئين. شو رأيك فيه؟ تبغاني أقول لك شو رأيك فيه ولا الخسارة اللي يعني خسارة من الشباب؟ من أي ناحية؟ يعني خسارة اليوم الشباب من ناحية. يعني أنا الحين أنا كمشجع هلالي. إدارة الهلال جابتنا عبد الله عطيف وبس معناه في العنز، ايش تبي تقول لي على هاللاعب؟ افرح ولا ولا نص افرح ولا ما افرح ابدا؟ هو يعني ما راح نتكلم في النظام اللي طلع عبد الله عطيف، مين مشكله؟ لا احنا نتكلم في الموضوع هذا الموضوع حنفتحه، نتكلم عن الناحيه الفنيه لانه حيكون معنا مداخل رئيس نادي الشباب ومداخل رئيس نادي الهلال التعليق على هالموضوع وحنفتح هالموضوع. لكن انا ابغى اسال من الناحيه الفنيه كيف شايف عبد الله عطيف؟ طيب شوف عبد الله من الناحيه التكنيكيه اللي هي المهاريه لاعب يعني يمتلك امكانيات عاليه جدا، الاستلام، التسليم، دقه الباص، التمرير، رؤيته للملعب، ويفتقد اشياء قد لا تكون يعني يجب ان تكون متوفره في محور الارتكاز. طبعا اللي هي القوه البدنيه، يعني قوه الالتحام، اذا يعني عبد الله عطيف لو يلعب كمحور وحيد لا يمكن انه يؤدي بالدور او يقوم بالدور دور محور الارتكاز. صانع لعب ما عنده القدره في صناعه اللعب، يعني تتكلم مثلا على صناعه اللعب على سبيل المثال مثلا باستوس او اخوه عبده، لسبب يمكن الدريبلينج او الجري بالكوره غير متوفر عنده، اللونج باس غير متوفر عنده، هو دائما يعتمد على اللعب بالمساحات الصغيره يعني المربعات او المثلثات اللي تكون يعني قريبه جدا. تغيير اللعب او نقل اللعب من منطقه الى منطقه قد يكون يمكن الناحيه الجسمانيه بالنسبه لعبد الله عطيف يعني طيب ما تساعده فيها. حرجع لك ناخذ منك معلومات كمان فنيه، بس ينضم معنا على الهاتف رئيس نادي الشباب الاستاذ خالد البطاطا. مساء الخير ابو الوليد. النور، اهلا وسهلا فيك ابو الوليد. اهلا وسهلا. نبغى نسالك عن صفقه اللاعب عطيف، هل بالفعل تم الاتفاق مع الاداره الهلاليه على انتقال اللاعب؟ وماذا بصراحه رضاكم عن الموضوع بالكامل، ذا لاعب خروج اللاعب ثم العوده للسعوديه مره اخرى؟ والله هذا المساء طبعا انا كنت مسافر حقيقه الاسبوع الماضي رجعت وحصل اجتماع بشكل عاجل بيني وبين الأمير عبد الرحمن. والحقيقة قبل كل شيء كنا يعني على اتصالات هاتفية طوال الثلاث أو أربع أيام الماضية، والأمير عبد الرحمن حقيقة كل احترام استأذن قبل خمس أيام على أن يقوم بمفاوضة اللاعب عبد الله عطيف، وقلت له أبدا أنت تستطيع تفاوضه إذا وصلت الحل مع اللاعب، احنا بالنسبه لنا كموافقه لنا ممكن ان ننهي هذا الموضوع ولن يكون هناك خلاف. فبعد ما خلص مع اللاعب حقيقه كان في مفاوضات على مدار الايام الماضيه هاتفيه، واليوم اجتمعنا وخلصنا بشكل نهائي واصبح عبد الله عطيف يعني لاعب هلالي. بالنسبه لنا طبعا احنا ما بالامكان افضل مما كان يعني بالنسبه لنا، لانه اللاعب لا نمتلك حق رجعته لنادي الشباب ولا نستطيع مثلا والله إجباره على اللعب لنادي الشباب حسب النظام. ذهب إلى النادي البرتغالي على أساس يحترف وعلى أساس يطلع للاحتراف، ولكن أعتقد القضية مش قضية احتراف ولا قضية الوضع برمة اللاعبين اللي اتجهوا للبرتغال، يعني ما أعتقد أنه المسألة الآن
هي قضية تسويق وقضية يعني قضية يجب أن تعالج عن طريق الاتحاد السعودي، عن طريق الأندية، عن طريق الإعلام الرياضي، عن طريق الجميع. أنت تشعر أن اللاعب خرج للبرتغال بهدف العودة لنادي آخر هو وغيره من اللاعبين؟ أنا ما أتكلم عن اللاعب بحد ذاته، اللاعب نفسه، اللاعبين إجمالا. أتكلم عن قضية عامة. القضية مش قضية صارت أصبحت واضحة بالنسبة للجميع، ما هي قضية احتراف، هناك أكثر من لاعب لا يلعبون. القضية قضية وكلاء أعمال التسويق، قضية فقط والله انتزاع اللاعب الهاوي وبعد كذا طرحه على الأندية السعودية لتسويقه. كنت أتمنى أن عبد الله عطيف أو غير عبد الله عطيف يكملوا مشوارهم الاحترافي بطريقة ويكونون يعني يقدموا شيء للكرة السعودية ويقدموا شيء للمجتمع الرياضي، أنهم على الأقل احترفوا وحاولوا. لكن أعتقد أن الوضع يفرق، ما هو الوضع بالشكل اللي يعني تم وضع النظام لأجله. فإحنا عشان كذا أعتقد كثير من الأندية أيضا سيتم الطرح على الاتحاد السعودي، هناك تفاهم مع الاتحاد السعودي على أنه الموضوع يجب أن يراعى في حقوق الأندية بشكل أفضل. يعني قرار عدم العودة إلا بعد سنتين قرار جيد لكن غير كافي. أيضا يعني نادي الشباب اليوم مثلا أخذ حقوقه كاملة وأخذ مبلغ مجزي ومبلغ جيد، لكن في النهاية لو كان المدة أكثر من سنتين كان أخذنا مبلغ أكثر، أو على الأقل ما خرج اللاعب أو أي لاعب ما خرج من نادي، لأنه 3 سنوات أو 4 سنوات أعتقد لن يخرج إلا من يملك عقد احترافي جاد. صحيح. يعني أنا كنت أتمنى أن الذي لا يخرج من السعودية أو من نادي إلا من يملك عقد احترافي جاد، عقد احترافي يلعب، عقد احترافي في نادي معروف، في نادي يستطيع يضيف له خبرة، يستطيع، هذا شيء الجميع يشجع. لكن الخروج بالطريقة اللي يعني شاهدناها بالشكل هذا أعتقد أنها ما راح تفيد الكرة السعودية نهائيا، راح تجعل بس هي القضية قضية تسويق لا أقل ولا أكثر. رئيس نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان شكرا جزيلا لك. نايف أرجع لك، أنت تعلق على اللاعب قبل ما نروح للفاصل، تفضل. طبعا يمكن أقول لك عبد الله عطيف من الناحية الجسمانية بالنسبة لدوره هو يمكن يلعب كمحور ارتكاز، من الناحية المهارية والتكنيكية على أعلى مستوى. من الناحية الجسمانية طبعا إذا أراد أن يعني عبد الله عطيف يطور نفسه عليه الاهتمام بالناحية أو بالقوة البدنية، لأن الآن يمكن المراحل السنية كان يفرق من الناحية المهارية، لكن هو الآن بيقابل لاعبين يعني على مستوى عالي من القوة ومن المهارة، فيحتاج إلى القوة أكثر. يلعب إذا كان معاه محور ارتكاز بجانبه. عبد الله عطيف يفتقد مثلا إلى مثلا التمريرات الطولية، سرعة الدريبل أو المهارة بالكرة. من 100% صفقة ناجحة بنسبة كم؟ يعني يمكن تصل، حيسألونك الناس ترى عن بعد فترة عن اللاعب وعن جوابك هذا، بنسبة كم ناجحة؟ لا شوف ما في احد يقدر يحدد لك. انا ما قاعد اقول لك اقرا الفنجان ولا اقرا الكف، انا اقول من المعطيات انت شايف. بالنسبة للهلال طبعا الحكم اذا بعطي حكم بس مو من اول سنة، يعني منكم من اول تعرف ان احنا خلنا اقول لك احنا لا الحين خلنا بقول لك شيء. لما نطلب رايك في مباراة مثلا بين فريق في المتصدر الدوري وبين فريق صاعد من الدرجة الأولى، بتقول لي بناء على الورق والمعطيات هذا بيفوز وهذا بيخسر. صحيح. بكرة عاد يفوز الفريق من الدرجة الأولى، ما نقول ليش أنا عارف قلت كذا. لا، احنا نقول من خلال المعطيات الفنية. انت شايف هالصفقة ناجحة بنسبة كم اذا كانت اصلا ناجحة؟ انا بقول لك بس تسمح لي بس اوصل شيء. احنا عندنا جمهورنا مشكلة، يعني احيانا ممكن اللاعب يكون طوال الموسم او طوال المباريات ما يقدم شيء، فيجي ويسجل له هدف مثلا حلو فيحكمون كل العط او يعطون اهل المقياس على الهدف وليس على مشوار. ما لنا دخل نايف والله ترى نبغى رايك انت، ما لنا دخل بالجمهور يعني. على ذا المباشر رايك كم من ما لك دخل بالجمهور، عطنا رايك. 60% 60% ناجحه. واذا انكتب لها النجاح ان شاء الله ينكتب لها والله يوفقه. اذا انكتب لها يعني 60% انت تكلمت عنها تحققت، تتوقع انه يكون لاعب اساسي في تشكيله الهلال في السنتين القادمه؟ في الوقت الحالي اساسا ما في الوقت الحالي لاعب هلالي ثابت. فاصل قصير بعد الفاصل يضم معنا الامير عبد الرحمن بن مساعد للتعليق على هذا الموضوع ونشوف راي سامي اليوسف حول هذه الصفقه.
المهنا لكورة. أتمنى حكام سعوديين في نهائي ولي العهد. وخليل جلال يؤكد التكريم دعم لنا وللجيل القادم من الحكام السعوديين. الأسباني لوبيز مدربا للمنتخب السعودي الأول لثلاث سنوات، وأحمد عيد يكرم الحكام السعوديين المشاركين في خليج 21. عمليتان جراحيتان تبعدان أيوفي حتى نهاية الموسم، والنصر يفتش عن بديل، والهلال يطلب حكام أجانب في نهائي ولي العهد. المهنا لكرة، أتمنى حكام سعوديين في نهائي ولي العهد. وخليل جلال يؤكد التكريم دعم لنا وللجيل القادم من الحكام السعوديين. نايف العنزي يكشف النقاط الفنية للمتأهلين لنهائي ولي العهد. وركاء تتكفل برواتب المدربين الوطنيين. عبد الرحمن المالكي والحسن اليامي يصادقان على حديث الحكم عبد الله القحطاني لكرة، ويؤكدان الفرج لم يحصل على بطاقة صفراء. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية، نايف العنزي وسامي اليوسف هم ضيفي حلقة الليلة. سامي، أسألك السؤال اللي كان قبل الفاصل معنا عن عبد الله عطيف. نعم. انتقاله، مدى الفائدة الفنية للهلال، وانزعاج رئيس الشباب من مسألة خلينا نقول يصطلح على تسميته في الكبري. السعودية الكبري. نعم. واضح أنه يتكلم طبعا عن الكبري. الكابتن نايف يعني كفى ووفى صراحة، ولكن بأضيف نقطة أنه النقاط اللي تطرق لها نايف يعني هو الخبير أمور أو صفات تكتسب مع مرور الوقت. بالنسبة للكابتن عبد الله، أنا أرى صفقة إن شاء الله راح تكون مربحة للهلال، لكن خلني أعلق من جانب إعلامي على نقطتين أساسيات. الأولى أنه ثقافة المفاوضات التي طرأت في الآونة الأخيرة على الصفقات المهمة للأندية مثل يوسف السالم والآن عبد الله عطيف بين إدارة الهلال والشباب في رقي في عملية التفاوض، استئذان هلالي في المقام الأول، موافقة شبابية البعد النظر عارفين اللاعب ما راح يكون لهم، محافظة على الحقوق. هذه النموذج أتمنى أنه يكون موجود بين المفاوضات مستقبل بين كل الأندية، حتى لم يعني تأخذ بجوانب إثارة سلبية أو الأمور البهرجة يعني المؤثرة. الأمر الآخر وهو المهم أضم صوتي وصوت رئيس نادي الشباب أستاذ خالد البلطان فيما يتعلق في مسألة الكبري. يعني إحنا دائما وأبدا ننادي عبر البرامج وأنت كمذيع وإحنا ونايف كمحلل ونحن كصحفيين أنه مطلوب أنه يكون فيه يعني لاعبين يحترفون الخارج، لكن بهذه الطريقة حقيقة يعني أنا أشك وأضع علامة استفهام أنه يكون وكلاء اللاعبين هم من يغذون مثل هذا التوجه لدى اللاعب، خصوصا إذا كان فكرة أو عقلية الاحترافية ليست بالناضجة تماما يعني. هذه طبعا مضرة. نعم، أنا أستثني طبعا من هذه كل من الأمور هذه كلها طبعا الكابتن صالح الشهري هو اللاعب توجه هناك حقيقة من أجل فعلا تطوير والاستفادة. هذا النموذج اللي حنا لا ذاهب إعارة والآن النادي يطالب الآن بشراء عقده. صحيح، لكن نماذج أخرى واللي آخرها طبعا الكابتن عبد الله إحنا لا نحبذ حقيقة، نحن نتمنى أن يكون لاعبون يعني لاعبين يحترفون خارجيا من أجل الاستفادة، لكن أنا أضم صوتي لصوت الأستاذ خالد البلطان وأطالب لجنة الاحتراف للاتحاد السعودي أنها تضع هذا الأمر حقيقة نصب أعينها في المرحلة القادمة مقبلين على يعني أنت تحس أنه الأيام الجاية راح يجينا لعيبة من اللي طلعوا برا؟ والله نعم أنا يعني أتوقع ذلك، لكن يجب أن نضع إحنا حلول يعني لهذا الأمر. طيب معنا على الهاتف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، مساء الخير سمو الأمير. مساء الخير اخوي تركي وتحياتي لضيفيك الكريمين. سمو الامير، الصفقة عبد الله عطيف كان معنا رئيس نادي الشباب قبل شوي قال انه تم الاتفاق على انتقال اللاعب، مدى امكانية استفادة الهلال من هذا اللاعب ومستقبله؟ والله في البداية اخوي تركي احب اشكر ابو الوليد على التعامل المثالي في المفاوضات، وأحب أؤكد على نقطة في غاية الأهمية تم تداولها اليوم بشكل ما هو دقيق للأمانة.
احنا من قبل 6 ايام، انا من قبل 6 ايام تحديدا اتصلت اخي ابو الوليد وقلت له انه احنا يعني نستأذنك في الدخول في مفاوضات مع عبد الله عطيف، لان انت كما تعلم انه النظام يعني لا يجيز انه يلعب في السعودية الا بموافقة الشباب، والا سيجلس عسانة او 8 شهور علشان يرجع يلعب معنا. وفي نفس الوقت كمان لا اخفيك سر، لان احنا بيننا وبين الشباب علاقات متميزة واتفاق، يعني تقدر تقول انه يعني عندنا مثل ما يقولوا جنتلمان اجريمنت، انه يعني يكون بيننا تنسيق دائما اذا بغينا لاعب من عندهم او اذا بغوا لاعب من عندنا. فمن هالمنطلق علاقتنا متميزه بالاخوان في الشباب، وانا كلمت ابو الوليد واستاذنته قبل 6 ايام انه احنا فكر احنا بنفاوض عبد الله عطيف. قال خلاص انتم اخلصوا مع اللاعب، انا ما عندي مانع اذا خلصتوا مع اللاعب واتفقتوا معه ووصلتوا الاتفاق نتفاهم احنا وان شاء الله ما يكون بيننا خلاف. وفعلا اليوم تم اجتماع بيني وبين ابو الوليد اليوم، وأنهينا الأمور واتفقنا على أنه هم يتنازلوا عن الفترة الباقية من عقده لصالح نادي الهلال. ولكن يتبقى الآن يعني لا يستطيع أن يرجع يلعب في السعودية ويلعب مع نادي الهلال، يتبقى الآن الشق الآخر من المفاوضات مع النادي البرتغالي اللي هي تمت بالفعل يعني عشان نقدر نجيب اللاعب في أسرع وقت ممكن. طبعا إذا كان حيجي في الموسم هذا حيتسجل كهاوي وبعدين حيتحول كمحترف الموسم القادم. ما حسمت موضوع أنه محترف أو هاوي إلى الآن؟ لا لا بالتأكيد إذا بيجي الموسم هذا لابد أن يكون هاويا، لأنه شو اسمه طبعا ما حيشارك في الدوري لأنه أسماء الدوري اللعيبة اللي في الدوري رفعت، ممكن يشارك في كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين وكأس آسيا. استقطاب عبد الله عطيف كان بقرار فني أم إداري أكثر؟ لا بالتأكيد قرار يعني قرار ما هو ما أقدر أقول إنه قرار فني، لا هو قرار إداري للأمانة بس وفق تقارير فنية. يعني لاعب متميز في المنتخبات سألنا عنه أكثر من أحد، لاعب موهوب ينتظره مستقبل كبير، أخلاقياته ممتازة وفق أناس مختصين سألناهم مروا عليه في المنتخبات كتدريب أو كإداريين. طيب الأستاذ خالد البطار رئيس مجلس إدارة نادي الشباب ألمح في كلامه إلى انزعاج، مو ألمح صرح أنه منزعج من ثقافة اللي اصطلح على تسميتها في الدوري السعودي ثقافة الكوبري. سؤال صريح وبشكل مباشر سمو الأمير، هل الهلال اي علاقه في خروج اللاعب للبرتغال ومن ثم اعادته؟ لانه هذه السيناريوهات اللي متعودين عليها نسمعها. تاكد تماما تركي، لو كان الاخ خالد البلطان قال انه لا تفاوضون اللاعب لانه ما كنا حنفاوض، لسبب بسيط احنا اللي خلانا يعني احنا نشوف انه اللاعب محتاجينه، نرى انه يستنتظر مستقبل باهر سيما انه عقدنا معه حيكون لمده 5 سنوات ان شاء الله، نرى انه حيكون يعني مفيد جدا للهلال في المرحله المقبله، أخلاقه ممتازة مثل ما ذكرت. لكن احنا ما دخلنا في المفاوضات إلا لما عرفنا أنه في أكثر من نادي سعودي داخل في المفاوضات، وحتى كان يعني عذرني عن ذكر أسماء يعني كان ما عندهم مانع بعض الأندية أنه يعني يوقعوا معاه من الآن ويجي بعد 1 أو 8 شهور، ولكن احنا رأينا أن احنا يعني مثل ما يقولوا نجي الباب من البيت من بابه، وكلمنا ابو الوليد وانتهت الامور على ما انتهت اليه الحمد لله رب العالمين. طيب سمو الامير سؤال الاخير، مباراتكم النهائيه امام النصر في كاس ولي العهد العنوان الابرز لها الان حكام المباريات او حكام المباراه، في طلب هلالي لحكم اجنبي، في اخبار يتم تداولها لانه التحكيم يكون تحكيم سعودي. والله شوف أخوي تركي أنا بقول لك عشان لا طول عمرك، إحنا يعني ما عندنا قضية مع الحكام السعوديين، ما عندنا مشكلة مع الحكام السعوديين، بالتأكيد في حكام سعوديين متميزين، وربما يعني حتى في أحيانا بعض الحكام الأجانب يأتون لا أخفيك لهم غلطات وغلطات كبيرة يعني. ولكن أنا أرى أن مباراة زي هذه زي الهلال والنصر تنافسية وديربي وعلى نهائي كأس، إحنا في غنى من أن إحنا يكون في أي تفسيرات أو أي نظريات أو أي أشياء تؤجج الشارع الرياضي والجمهور وتؤثر نتيجتها، سواء يعني خلي اللعيبه يتفرغون للاداء في الملعب. للامانه الحكم الاجنبي رغم اخطاء ورغم اني انا اقر انه في حكام سعوديين احيانا يكونوا مستوياتهم يقدمون مستويات متميزه اكثر من الاجانب بكثير، ولكن ايضا حساسيه المباراه تحتم انه ما يكون ما نبغى يكون في ضغط على الحكم السعودي. الحكم السعودي مهما كان بيتاثر بالاجواء المصاحبه للديربي، ومهما كان هو بشر يسمع من اصدقائه من زملائه يقرا في جرايد يقرا في وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن يتأثر بالضغط من حيث لا يشعر. لو لا قدر الله مثلا على الفريقين احتسب ضربة جزاء ما هي صحيحة أو أغفل ضربة جزاء صحيحة، سيكون هناك تفسيرات ونظرية مؤامرة، وإحنا في غنى عن الدوشة هذه كلها. مع ثقتي الكاملة بالحكم السعودي، ولكن أنا أرى أن المباراة هذه ينبغي
أن يكون فيها حكام أجانب. احنا طلبنا، أنا كلمت الأستاذ أحمد عيد شخصيا قبل البارحة وأرسلنا خطاب رسمي للأمانة العامة، وفي نفس الوقت أيضا احنا على استعداد للتكفل بمصاريف الحكم. يعني أنا اللي أقوله أنه أنا لا أجد أي مبرر لعدم قبول طلبنا هذا. طيب أنا كنت يعني قلت هذا سؤال أخير، بس اسمح لي أضيف سؤال أخير ثاني. أنت فريق الهلال سمو الأمير ينافس على الدوري، واصل لنهائي كأس ولي العهد، مع ذلك في حالة من عدم الرضا. والله شوف أنا بقول لك على شيء، طبعا أنا يعني في نهاية الأمر يعني لا أخفيك أنه إحنا المستويات ما إحنا يعني حتى هذا يقودنا أنه ربما الأمر المدرب كمان لما تغير. إحنا في عندنا نحن نرى إحنا في الهلال أنه عندنا لعيبة المفروض يكون الأداء في الملعب متوازي مع قيمتهم الفنية ويكون توظيفهم بشكل صحيح. إحنا ما شفنا هذا الشكل إلى الآن، ولكن مثل ما أنت تفضلت بالناحية النتائجية إذا كان إحنا يوجه لنا لوم بهذا القدر الذي يوجه إلينا، لا أرى يعني لوم مشابه له في المقدار للأندية الأخرى. وهذا الشيء أنا في رأيي أتفهم أنه طبعا جمهور الهلال يرغب دائما أنه يرى فريقه في أحسن صورة، ولكن من ناحية النتائج مثل ما أنت تفضلت إحنا الآن واصلين النهائي وفي المركز الثاني في الدوري. ما احنا راضين بالتأكيد عن شكل الفريق فنيا، ولكن متأكدين وعندنا ثقة بمشيئة الله انه عندنا لعيبة تقدر تصنع الفارق متى ما تم توظيفها بالشكل الصحيح. وانا ارى ومتفائل انه السيد زلاتكو يسير في طريقه الى انه يجعل هذه العناصر تقدم افضل ما لديها، وان شاء الله نشوف هذا منعكس على ارض الواقع في المباريات القادمة. سهل النهاية امام النصر ولا صعب سمو الامير؟ بالتأكيد هو صعب للفريقين، لانه الـ الفريقين كبيرين وديربي، وتعرف تنافس الديربي ما يعني ما يخضع للمقاييس الفنية. في كثير من المباريات في الديربي كان الهلال أفضل في الملعب والنصر فاز، في كثير من المباريات على مدى التاريخ أتكلم كان النصر أفضل والهلال فاز، فهي ما تخضع لمنطق، تخضع لظروف المباراة، خصوصا أنها خروج مغلوب ومباراة واحدة. ولكن أنا ضد حكاية من يقول أنها مثلا مباراة ثأرية، يعني حكاية مباراة ثأرية هذه أنا ماني مقتنع فيها لسبب بسيط. إحنا يعني طول فترة إدارتنا لعبنا مع أخواننا في النصر 18 مباراة، فزنا في 12 مباراة تقريبا أو 14 مباراة، وفازوا في مباراتين، لا في 12 مباراة وفازوا في مباراتين وتعادلنا في الباقي. فبالتالي ما إحنا ما ننظر المسألة من ناحية أنها ثأرية أو شيء من القبيل، هي مباراة كبيرة بدون جدال أن النصر تحسن تحسن كبير ويقدم مستويات متميزة، ولكن في نهاية الأمر النتيجة 50% 50%. نأمل أن المباراة تعكس صورة ممتازة على الكرة في السعودية، واللي حيفوز حنبارك له. طبعا أتمنى الفوز للهلال، وأحس إن شاء الله بتفاؤل كبير أنه الكاس هلالي للمرة السادسة على التوالي إن شاء الله. رئيس مجلس إدارة نادي الهلال شكرا جزيلا لك، سامينا قطعتك. اي نعم، انا بضيف نقطه على مساله لجنه الاحتراف، انها امام يعني مشكله حقيقيه ومهمه جدا الا وهي الكوبري. بالامكان ان تضع لها يعني لائحه جديده تنظم هذه المساله، لانه بالفعل هنالك يعني انزعاج كبير. لكن انا بعقب على نقطه تحدث عنها، يمكن انا كتبتها امس حتى في تغريده، قلت انه من الحكمه حقيقه ان يستعين الاتحاد السعودي لكرة القدم بحكام أجانب، ليس تشكيكا في ذمم أو نزاهة حكام سعوديين، ولكن يعني تخفيف الضغوط على الإدارات وعلى اللاعبين وحتى على الجماهير وعلى لجنة الحكام الحالية، لأن لجنة الحكام الحالية تقدم عمل حقيقة يجب أن ننظر إليه بعين الاعتبار والتقدير. مثل نهائي ديربي ومهم، والآن يعني أصبح في كلام كبير وفي تأثيرات كبيرة يعني حتى في تويتر على مثلا أداء حكام، أنه يجب أن نبعدهم باستقدام أو جلب حكام أجانب. طيب مدرب نادي النصر كارينيو أمس كان مادة أجلت اليوم، تحدث مع مراسل برنامج كورة محمد الشهراني عن علاقته باللاعبين وكيف هذا الرجل يعمل نفسيا وتأثيره الفني والنفسي على لاعبي النصر والعلاقة القوية. حتى الأخبار اللي تجينا من نادي النصر عن علاقة هذا المدرب باللاعبين في علاقة صداقة أكثر مما هي علاقة مدرب ولاعبين، يعني صح الجد جد والمزح صحيح. مزح، بس أنه وقت المزح يعطي المجال للاعبين بالاقتراب منه والتقرب منه والدخول في تفاصيل اللاعبين، وهذا اللي نشوفه أحيانا بعد المباراة من لاعبين النصر والمدرب. هذه الأشياء أتكلم عنها بشيء بسيط،
مدرب نادي النصر. نتابع. سيد دانيال كارينيو مدرب نادي النصر، بداية تأهل في فترة بسيطة، تأهل لنهائي كأس ولي العهد أمام غريم تقليدي ونادي كبير مثل الهلال، يتفاجأ بغياب لاعب مهم في التشكيلة النصروية خايمة أيوفي، كيف يشوف غياب خايمة أيوفي ومدى تأثيره؟ يعني بطبيعة الحال خيمة أيوفي لاعب مهم في الفريق، يعني الغياب ديالو غيكون عنده تأثير على الفريق، يعني ما كنتحدث على المقابلات النهائية بالخصوص ولكن غيكون عنده تأثير على جميع المقابلات. بطبيعة الحال هناك لاعبين يعني عندهم الأهمية ديالهم وعندهم يعني الإمكانيات اللي غيحاولوا ما أمكن يعوضوا أيوفي، أنا أظن بأن غادي يعوضوا بأحسن وجه. بأمانة السيد كارينيو الكل شاهد لقطات في التلفزيون وبعد المباريات يتجه للاعبين يحتضن اللاعب سواء الاحتياط الأساسي، كارينيو يعمل على الجانب النفسي، فعلا هذا الكلام؟ إيش من مانيا؟ وهذه يعني الطريقة اللي كتجيني يعني في الذهن ديالي باش نبين لهم بأنني أنا راضي على المستوى اللي كنقدمه، أنني يعني راضي على المجهود البدني والكرة اللي كنقدمه داخل رقعة الملعب. أخيرا البطولة العربية، مباراة العربي الكويتي، يعرف شيء عن الفريق الكويتي؟ يعني عندي فكرة، ليست فكرة واضحة ولكن عندي فكرة يعني مبدئية على الفريق العربي الكويتي. يعني رأيت أكثر من فيديو على الفريق الكويتي أكثر من مباراة، فهذه الليلة عندي اجتماع مع الطاقم التقني وغادي يعني نقوم بدراسة ومدققة على الفريق الخصم يعني باش ما تكونش هناك أي مفاجأة. أخيرا كيف يرى أيمن فتيني؟ هو اللي ما أعطاه الفرصة. يعني أنا أرى أن اللاعب يعني عنده إمكانيات عالية، عنده شخصية قوية، أنا أظن غادي يكون عنده مستقبل ظاهر إن شاء الله. نايف، واضح أن المدرب مو خايف من غياب أيوفي، وشكل هالمدرب بيعمر مع النصراويين شكله كذا. فأنا طبعا أول شيء أتمنى يمكن أكثر من كارينو في الدوري السعودي لسبب، يمكن الناحية النفسية هذا جانب، لكن لو لم ينجح فنيا لما حبوه اللاعبين، يعني هذه لازم من أن نثق فيها. مارادونا أسطورة كرة القدم، يمكن أكثر مدرب في العالم يخمخم اللاعبين بس ما قدر أنه ينجح. طب لا تطلب خل مارادونا بعيد. لا أنا أتكلم يعني الله يخليك. أي والله الله أنا لكن أتكلم أنا ما ودي يربطون النجاح كارينيو بالأمور النفسية بس. بالأمور النفسية هو نجح فنيا، هو عنده ثقة في لاعبينه، إعطاء الفرصة للاعبين الشباب، يعني دائما اللاعب إذا أعطيته ثقة يعطيك، أعطى لاعبين وفي مباراة مهمة، آخرهم يمكن متعب عسيري، رغم أنه يمكن اللي كان قبل أو احتياط اللي عبد الله العنزي اللي هو عبد الله الشمري، ورغم ذلك أعطى متعب عسيري، أعطى أيمن فتيني، غاب حسني عبد ربه، غاب خالد الزيلعي، غاب خالد الغامدي، غاب شاحيلي، يعني من يلعب فيه أصبح الفريق شخصية، أصبح فيه انتشار منظم، أصبح فيه لاعبين يصنعون فارق بلاعبين أجانب، فهي كلها توافق فنية مدرب يعني أكيد بلا شك، والنتائج خير دليل. مو خايف طيب من غياب أيوفي؟ شوف أيوفي خسارة كبيرة على النصر، صدقني أنه يعني داخليا يشعر ب يعني ألم غيابه، لكن شيء طبيعي أنه لن يتحسن لأن هذا هو أمام أمر واقع، ولذلك لابد أن يعطي من يلعب. بس لغيره من المدربين كان عزف على هالوتر كثير، راح أيوفي موجود يحضر الناس على قولتهم أنه في حالة الخسارة ترى أنا خسران رأس الحربة، المدرب مو حاطط الموضوع أبدا. لا لأنه هو يمتلك شخصية في إعطاء اللاعب البديل ثقته، ولذلك يمكن تغير مرة محمد عيد مرة عمر هوساوي ونفس الثبات في التشكيل، شايع شرحيلي أو خالد الغامدي، عبد عطيف أو باستس، حسني عبد ربه أحيانا يكون برا، يتغير الأسماء والشكل أو الأداء ثابت. سامي تبغى تعلم؟ إيه سريع بس، يعني أنا من أشد المعجبين بالمدرب هذا، حتى أني في فترة طلبت أنه يمسك المنتخب بعد ريكارد، لكن جرب ان الفريق يخسر مع هذا المدرب مباراتين ورا بعض، يعني مثلا كاس ولي العهد اوكي وبعد مباراه في الدوري، انا ابغى رده الفعل، يعني الحين الاتجاه لا خسر مباراه واحده، اي خسر من الاهلي ورجع. خسر من قدام الاهلي ورجع، لكن قدام تعاون ومشت يعني معه، لكن ما اقول مشت معه يستحق حقيقه، لكن انا اقول باخذ دائما جانب اخر يعني غير نايف، لان نايف تحدث جانب فني، انا بقول نظره الجماهير والراي العام صحيح للمدرب بعد خسرتين، لاحظ صحيح. كاس مثلا ودوري بعدها
ننتظر ونشوف ردة فعل لو تحققت. أنا أقول لو تحققت، لو صارت وصار الضغط الجماهيري وفي غضب عليه ومع جمهور مثل جمهور النصر يعتبر يعني ظلم للمدرب. لا أنا أبغى أشوف ردة، أنا أبغى أشوف ردة الفعل. أنا أقول لو صار اللي أنت قلته هذا وصار في ضغط على المدرب وغضب جماهيري، أنت تعتقد أنه يظلم المدرب؟ إذا كان أخطأ مثلا ممكن في مباراة يخطئ في تغييرات مثلا، المدرب يضيع تغيير مثلا مهم، وفي مباراة نهائية وحاسمة مصيرية تغيير واحد يقلب عليه الأمور، يجيك الدوري بعدها برضو يصير في ضرب كبير. انظر إلى ردة الفعل، فهمتني؟ ولا المدرب هذا أنا من أشد المعجبين فيه ونفس وأيد كلام يعني نايف. طيب لكن بوجود لو تبي تاخذ تقييم يعني مرحلة كاملة، النصر تغير كثير ما بين ماتورانا وما بين كاريني، تغير صحيح. كبير. فاصل قصير بعد الفاصل نعود مع الكابتن نايف العنزي وراح يقول لنا نايف شلون النصر والهلال وصلوا لنهائي كأس ولي العهد. نايف العنزي يكشف النقاط الفنية للمتأهلين لنهائي كأس ولي العهد. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية. نايف العنزي وسام اليوسف مضيفة حلقة الليلة، وكان قبل الحلقة في برنامج اسمه برنامج النشرة اللي فيه لها إعادة، ما أنصحكم تتابعون إعادة ال بالعكس اللي يتابعون عشان يشوفون الحش البرنامج والله طلعوا علينا إشاعات إشاعات كل الحين تصدق يعني الواحد خايف يسوي أي شيء، يعني الرصد عندهم غريب صراحة، الواحد خايف يسوي أي شيء يلقطون عليك ويكبرون المواضيع، يعني أنا أحاول أدعي أنهم كبروا المواضيع ما قدموها بحجمها الطبيعي. كابتن جاهز؟ بإذن الله وجود. يلا نشوف اللقطة الأولى مع كابتن نايف. طبعاً إيش الموضوع؟ الموضوع المقارنة في بناء الهجمة. يمكن اليوم أنا أخذت بس البناء الهجومي من الدفاع ما بين نادي النصر وما بين نادي الهلال في آخر مباراتين اللي هي أمام الفيصل للهلال وأمام النصر أمام الرائد. طبعاً مع الاعتذار لنادي الرائد والفيصل إني ما جبت لهم لقطات بحكم إنهم يعني الآن إحنا ننظر لنهائي كأس ولي العهد، ولذلك يمكن يسامحونا على القصور. يا ليت يعطينا اللقطة الأولى. أعطونا اللقطة الأولى شباب. طبعاً يمكن المشكلة اللي يعاني منها نادي الهلال اللي هي عملية تفعيل دور الأظهرة في بناء الهجمة، لأن دائماً مفتاح أي لعب بالنسبة لوسط الملعب مو هو وسط الملعب بقدر ما هو يكون دور الظهيرين في التقدم. إذا تحركوا صح، إذا أعطوا مساحات أو لعب بدون كرة يعطون حلول بالنسبة للاعبين الوسط، يصير في مجال أيضاً في تخفيف الضغط عن يمكن اللاعبين، يستطيع المحور أن يستلم بشكل أكبر. يمكن هنا الكرة تنتقل من الشمال لليمين تدوير الكرة، لكن دور المحاور أو محاور الارتكاز ما كان بالشكل المطلوب. يفترض أن مثلا سلطان البيشي هنا يمكن اللعبة كانت طولية بحكم ما في يعني حرية من اللاعبين الوسط في الاستلام والتسليم. طبعا أنا أبغى أسرع على أساس أنها نفس اللقطة بس على أساس نأكد على المعلومة وبنشوف دور دلائل عليها. دلائل عليها طبعا. اللقطة الثانية نشوف اللي بعدها. طبعا يمكن بداية هجمة جهة سلطان البيشي، طبعا سلطان البيشي يمكن يتقدم إلى منتصف الملعب ثم يتوقف الدور بالنسبة له، يعني ما يعطي نفسه مساحة في الزيادة. يعني يفترض أن الوسط الأيمن بالنسبة لعبد العزيز الدوسري أو سلمان الفرج سواء يمين أو يسار، الدخول للعمق وإعطاء المساحة بالنسبة للظهير على اساس ان اللاعب يعني بس قاعد يتعب نفسه، يعني لو يناولها من الظهير ويريح نفسه. يعني شوف الان بالنسبه لسلطان البيشي ما في اي دور بالنسبه للهجوم، هو متقدم لكن لا في لعب بدون كوره الزياده بحيث انه يخفف الضغط بالنسبه للاعبين الفيصلي، لان الظهير اذا تقدم يضطر ان يرجع معاه لاعب من لاعبين الوسط او حتى من لاعبين الاظهره. طبعا هنا الزياده والسرعه، هنا وسلي يحاول ان يلعب، يعني هنا اللقطه لو سلطان البيشي تقدم واعطى مساحه هنا الاوفر يمكن يعني لما يكون في الثلث الاخير او في يعني على قوس ال 18 يعني متقدم عن داخل ال 18 يعتبر بس موازي له، تكون الخطوره اكثر بحيث ان الكره الان اصبحت يعني دائما الاهداف هي تاتي بالكرات العكسيه اللي تكون خارج او على القوس او على قوس ال 18. اللعب بدون كره مطلب ضروري، طبعا بنشوف الفوارق
في مباراة النصر والرائد في عملية الأظهرة ودورهم في إعطاء حرية لحسني عبد ربه وحرية بالنسبة لباستس. اللقطة الثالثة طبعا هنا يمكن عدم المساندة، يمكن هنا الزوري ياسر الشهراني. ياسر ما شاء الله عنده طاقة، ولذلك يمكن لو يجد يعني مساندة ويجد يعني حرية أكثر يمكن الاستفادة من الناحية الهجومية بالنسبة له. هنا طبعا سلطان البيشي يفترض أنه إذا وصل الكرة يعني الثلث الهجومي أن يصبح هو كلاعب وسط أيمن أو كلاعب جناح، بحيث أنه يعني يعطي المساحة أكثر. هنا يمكن أوزيام يمكن أو لاعبين الارتكاز بالنسبة للهلال، هنا الكرة الوحيدة شوف لما تقدم فيها، وهذا اللي أنا أقصدها، أصبح اللعب تحول من ملعب الهلال إلى الملعب أو ملعب الفيصلي، وأحصل على رمية التماس. التقدم هذا لو ما أتى يعني لو أتى بشكل إيجابي لكان أفضل وأفضل، ولذلك دائما المفتاح والحل من الظهيرين يجب أن يكون يعني أو طبعا بالتناوب، هذا ناحية واحدة، طلوعهم ونزول واحد من المحاول لكي يعني يكون في إعطاء مرتاح الظهير، يعني ينزل هو مرتاح ويرتاح أيضا حتى لاعب المهاجم أن يجد كرات عكسية، يرتاح حتى لاعب الوسط بتناوب الأدوار. طبعا اللقطة اللي بعدها، طبعا كل هذه اللقطات اللي يشاهدها يعتقد أنها مكررة، ويمكن هي في دقائق مختلفة يمكن حتى شوط ثاني. طبعا عدم تحرك الظهيرين بنفس المشكلة من ياسر الشهراني ومن سلطان البيشي. يعني الآن لو يتقدم قلب الدفاع الزوري أو اللاعب البرازيلي أوزيا ويستلم المحور، هنا سلطان البيشي لو يلعب بدون كرة أو يلعب الباص ويتحرك يعطي مساحة، يعني هو لعب لعبد العزيز الدوسري ورجعت الكرة، يلعب للخلف، ما في أي فعالية للزيادة في ملعب الخصم، ولذلك يمكن عدم الزيادة يعطي أريحية بالنسبة للمدافعين، هم يعني تشاهد لعب الفيصلي متمركزين الميلان مع الكرة وبإمكانهم يقطعون الكرة في أي لحظة. هنا يمكن تصرف ذكي من اللاعب البرازيلي، يعني أجبر ياسر الشهراني بالتقدم، ولذلك اضطر أنه يلعب الكرة الطولية، وهي أحد الحلول. يمكن لو نزل واحد من المحاور ولعب الكرة الطولية برضه تعطي حل أكثر. ياسر الشهراني يمتلك السرعة ويمتلك لكنه معطل، معطل بسبب أنه ما يعطى المساحة. أيضا دخول اللاعبين الأطراف يعطي المساحة أن اللاعب يتحرك ويصير هنا عنصر المفاجأة. طبعا بس طيب الفريق الفيصلي مقفل، يعني ممكن ما يتيح الفرصة وهنا طريقة اللعب اللي أنت تنشدها يعني سؤال حلو. طبعا هنا لاعبين بدون ضغط، يعني ما عليهم ضغط قلبين الدفاع، لما ينزل واحد من المحاور زي ما هو نازل الآن المحور بالنسبة بوليفار، بالنسبة لمحور الارتكاز بالنسبة للهلال، هنا اللاعب لما يأتي من الزيادة عددية أو يأتي بدون كورة يأتي بدون مراقبة. يعني هنا ياسر الشهراني لو يلعب ويتقدم، سلطان البيشي لو يتقدم وينزل لاعب الوسط، يصير فيه اللعب أو الفائدة اللعب بدون كرة، وهنا تعطي شكل غير الشكل اللي بنشوفه. طبعا الشكل لما يكون اللاعب متقدم ممكن تلعب له زي ما لعب اللاعب البرازيلي، فتأتي تضرب ثلاث أربع أو يمكن وسط كامل بكرة واحدة بانطلاقة سريعة من اللاعبين الطرف. نشوف اللي بعده. طبعا هنا يمكن سلطان البيشي يمكن يحاول يتقدم وهي تحسب له، لكن لو كانت بالأوفرلاب أو بالزيادة العددية أو هنا سلمان فرج أو ياسر الشهراني الحلول بالنسبة لوسط الملعب. شوف هنا من لمسة شوف كيف تشكلت الخطورة، وأصبح الفريق يمكن حتى أخذ فيها ضربة ركنية وكانت لعبة خطر وكان بإمكان أن يتحققها. يعني شوف اللعبة الوحيدة اللي طلع فيها ياسر تشكلت خطورة، في كرة وحيدة أيضا طلع فيها سلطان البيشي وتشكلت خطورة. اللي أنا أبغى أوصل له الأظهرة هم مفاتيح اللعب، أحيانا حتى لو يأتيك ظهير يعني بأقل إمكانيات لكن يفعل دوره الهجومي بأنه يطلع يخفف الضغط عن لاعبين وسط الملعب. نشوف هذه اللقطة اللي هي السابعة. طبعا هنا يمكن اللاعبين الوسط الهلال يعني الرباعي عبد العزيز وسلمان الفرج، يمكن عدم الانتشار عدم اخذ المساحات في وسط الملعب. هنا سلطان البيشي يمكن كان في تاخر في الطلوع، لو كان في طلوع بشكل اسرع الاوفر يمكن ما كان بالشكل المطلوب. يمكن نشاهد كره لحسين عبد الغني بنفس الطريقه لكنها كان في فعاليه من المهاجم النصر وفي الاستلام بالنسبه للكره الثانيه. هنا يمكن تقارب لاعبين الوسط شيء ايجابي، لو كان في زياده من الاطراف
اعطت مساحه اكثر وزياده عدديه وزياده عدديه وسرعه. يمكن هنا اللعب من لمسه ومن لمستين. من يعطيك الحل هو لا دائما لاعب الطرف. طيب طبعا هذه من سلمان الفرج، عبد العزيز، رجوع لوبز، وان كان لوبز يعني بالنسبه يعني كورته نظيفه لكن ما هو يلعب يعني يستطيع ان ينظم اللعب، هو يستطيع ان يصنع بس مو منظم، بمعنى انه صح يعني عكس لا يعني مثلا نتكلم على يعني نقارن حسني يدير لك المجموعه بحيث انه يكيفها على اسلوب معين، عكس مثلا لوبز اللي هو انا في وجهه نظري يعني ما عنده القدره على انه يكون صانع لعب، عنده قدره انه يكون هداف، قدره انه يكون يعني خطورته في ال 18، على عكس لما يكون في وسط الملعب تحتاج الى لاعب بليميكر يستطيع ان يعني يفعل لك يحرك الكره صح يحرك الكره. وايضا يمكن حتى اجبار الظهيرين، اجبار المحور، اجبار اللاعبين الاطراف على المبادره او على التحرك. احيانا اللاعب ممكن ان تصنع يعني فرصه بمجرد الاشاره وبمجرد انك يعني تطلب كره، زي الهدف اللي بنشاهده لياسر هو اجبر عبد العزيز الدوسري على لعب الكره. ويمكن لو يعطينا اللقطه اللي بعدها نشوف اللي بعدها يا شباب. طبعا يمكن هذا الهدف من وسط الملعب، عبد العزيز الدوسري اتلعبت من بوليفار، اتلعبت للطرف الايمن البيشي، يمكن استلم عبد العزيز الدوسري على الطرف الايمن، وهنا يمكن لو يكون فيه تبادل ادوار ويكون في سرعه في الادوار ما بين سلطان وما بين عبد العزيز او اي لاعب وسط ايمن، هنا ياسر القحطاني هو من اجبر عبد العزيز الدوسري على طلب الكره، يمكن حتى واضحه في الصوره بالاشاره، ولذلك يمكن اللاعب اللي يلعب هو دائما اللي يلعب ويتحرك بدون كره، انا اجبرك انك تلعب لي بطلب الكره. طبعا هذه احد الحلول، لو تقدم مثلا سلطان البيشي او يتقدم اي ظهير عنده الدور الهجومي اصبح ممكن عبد العزيز الدوسري بامكانه يلعب لسلطان، وعبد العزيز يتحول الى انه يكون في ال 18، فيكون بدال ما يهاجم بس بياسر قحطاني ممكن يهاجم بياسر، عبد العزيز وسلمان الفرج، لانه بيكون فيه اعطاء المساحه بالنسبه لهم في التقدم بالنسبه للامام. طبعا هنا بنشوف الشكل مختلف بالنسبه للنصر. عمليه الانتشار، تباعد الخطوط. يعني لحظه قبل ما نروح للنصر إيه؟ نستخلص من اللي قلته عن الهلال انه الاظهره معطله. ما كانوا بالشكل المطلوب بمباراه الفيصل، طبعا انا اتكلم عن مباراه الفيصل. مباراه الفيصل كانوا معطلين. معطلين، عكس تشوف الادوار بالنسبه للنصر. الوسط برضو وسط الملعب يعطونك الاظهر، يعطون مساحه لوسط الملعب لانهم يكون العمليه يعني ما يخنقون الملعب او يعني يلعبون مساحات ضيقه في عمليه الملعب. تفرق؟ لا 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 نفسها. لا نفسها. طيب نشوف. يمكن هنا شايع شراحيلي، حسني او ايمن فتيني، طبعا هم يمكن هنا النصر يمكن يلعب مهاجمين، هناك يمكن الهلال رجوع وسلي يكون بخمسه، هنا دور اللاعبين الاطراف، خالد الزيلع يمكن لو تنعاد اللقطه يطلب الكره، شوف المسانده السريعه من شايع شراحيلي، هنا شوف دور بالنسبه لشايع وان كان يعني بذل فيها مجهود وكانت يعني تكون ركله جزاء ايضا تصويبه بطريقه، من لعب الكره؟ هو شايع شراحيلي من طلب الكرة. خالد الزيلعي، ولذلك خالد الزيلعي لو لا تقدم يعني شايع يمكن ما اللعبه هذه ما كانت موجوده. الزياده العدديه هي الحل بالنسبه للاعبين، هي اللي تعطيك المساحه. طبعا هنا لو كانت امكانيات الظهير عاليه جدا لاصبح يمكن مصدر الاهداف بالنسبه لاي فريق هم الظهيرين، والدليل على الكلام يمكن ريال مدريد وبرشلونه محترفينهم اظهره واجانب. طبعا اللقطه اللي بعدها هنا البناء الهجومي بالنسبه للنصر، وشوف الانتشار اعطاء المساحه، شوف هنا حسني عبد ربه النزول والاستلام والدوران، احيانا اللعب من لمسه، التوجيه بالنسبه للعب، المساحات تصعب على لاعبين الرائد المراقبه، يعني الانتشار او تباعد اللاعبين يعطي حلول اكثر بالنسبه للاعب المستحوذ الكره، يعطي اكثر من حل. يمكن تقدم حسين عبد الغني دائما اللعب للامام او اللعب بالكره الطوليه، ممكن هذه لمسه لمستين وكادت ان تكون يعني ممكن تكون ركله جزاء ممكن تكون هدف، باربع لمسات وخمس نقلات الى ان وصلت يعني او كادت ان تكون هدف بسبب انتشار سليم. وحسين يجيد هاللوع وحسين من عنده الكروسات صح، وما شاء الله يعني يتقدم بشكل صحيح، فطلوع الاثنين يعطي مساحه لايمن فتيني والحسني عبد ربه، يعطي مساحه الباستس للاستلام والتسليم الزيلعي والزياده العدديه والسرعه اللي كان عليها. طيب
طبعا اللقطة اللي بعدها طبعا هذه يمكن الكرة الطويلة. شوف هنا حسين عبد الغني وين مكان، يا ليت يعيدها. شوف ضربة المرمى وشوف حسين هنا من ضربة المرمى، شوف الوقوف بالنسبة لحسين وين كان، خلف المنتصف، خلف المنتصف. هذا دلالة على أن هذه توجيهات من كارينيو بأن الاثنين أو الظهرين يعني يكون عندهم مساندة ورجوع واحد من المحاور على حسب اتجاه الكرة. طبعا الهدف بالنسبة للهدف النصر يمكن أكثر من تمريرة، خالد الزيلعي، الشايع شرحيلي، اللعب من لمسة، تغيير الاتجاه، شوف التباعد ما بين لاعبين وسط النصر، يعني لا أحد يقرب الثاني بقدر ما أنا أعطيك الحل. هنا يا ليت يوقفنا المخرج، شوف حسين عبد الغني وين يطلب الكرة، هنا الظهير يضطر إلى لاعبين الوسط ما يعطي، لا يستطيعون التغطية أو خلق. طبعا هذا هو الهدف اللي تسجل النصر، الأوفر سليم، وجود راسين الحربة أيوفي، الزيادة العددية بسرعة من خالد الزيلعي، إعطاء الحل، لعبة الكرة عكسية يمكن طلعها المدافع عبد السلام العامر، المتابع مباشر. أنا توي يا ريت أوقف، توي تكلمت عن عبد العزيز الدوسري أو سلمان فرج، قلت لو يكون في تفعيل أدوار عبد العزيز يستطيع أن يتواجد في 18. هنا شوف من اللي تواجد على رأس القوس، باستوس. فلذلك يمكن إعطاء اللعب على الأطراف أو الزيادة على الأطراف تعطيك الانتقال إلى أنك تكون أقرب إلى خط المرمى. هروح الفاصل ونرجع نكمل معك، فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث مع الكابتن نايف العنزي. عبد الله الضويحي يكتب: الرائد والفيصلي سجلا نقطة مضيئة في تاريخهما. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية نايف العنزي وسامي اليوسف المضيف في حلقة الليلة. نايف اسمح لي بس باخذ اتصال من رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأمير فيصل بن تركي بن ناصر. مساء الخير سمو الأمير. أهلا، صبحك الله بالخير تركي، وأحب بس على الأخوان الموجودين معك في الاستديو. أهلا وسهلا. كان في نقطة أحب أوضحها طبعا. أيه. الأخ الأمير عبد الرحمن بن مساعد وضحها في الإعلام اليوم بالنسبة للحكم السعودي والحكم الأجنبي. طبعا نادي النصر موقفه في هذا الموضوع، طبعا احنا نحترم الحكم السعودي، لكن مباراة نهائية تجمع شقيقين النصر والهلال، مباراة تنافسية وعلى كأس سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، يعني من الأفضل أن يكون الحكام أجانب حتى لا يكون يمارس على الحكم السعودي ضغوط بأي شكل من الأشكال، ويكون يريح الجميع. يعني يكون حكم أجنبي، لكن أتمنى أنه يكون حكم أجنبي من الفئة الأولى، فئة A، يعني ما يكون حكم أجنبي. يعني رأينا حنا حكام ممتازين يحكمون في حتى في كأس آسيا وفي في هذه المناطق، يعني ممكن يجلبون حكم من هذا الحكام، فإحنا نجلب حكام في مباريات ديربي في الدوري وما بالك في نهائي مهم جدا للفريقين. فأنا أؤيد فكرة أنه يكون الحكم أجنبي، لأنه تدعم وجود الحكم الأجنبي، ما في شك. طيب سمو الأمير، خليني أسألك عن النهائي بما أنك معانا، يعني إذا تسمح لي بس نفس السؤال اللي سألته الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن النهائي أمام النصر، أنت كيف شايف النهائي أمام الهلال؟ تشعر أن النصر قريب جدا من تحقيق البطولة أم أن الفرص متساوية، في حالة من التفاؤل ولا في حالة من يعني من الارتباك؟ الأمير عبد الرحمن بن مساعد يقول أنا متفائل جدا، إيش يقول رئيس نادي النصر؟ والله شوف، الفريقين قويين وفريقين كبيرين، بالعكس حنا يعني دائما نثق في لاعبينا، لكن الفريقين قويين ويقدرون يحققون الكأس الغالية، لكن فرص متساوية أعتقد منطقيا، أنا أتكلم متساوية بين الفريقين. إن شاء الله نادي النصر يقدم مع شقيقة نادي الهلال مباراة كبيرة، وإن شاء الله يتوج نادي النصر بالكأس الغالي. متفائل؟ ما في شك، أنا في حياتي دائما متفائل، فإن شاء الله متفائل، بس عنا عندنا مباراة مهمة الأربعاء إن شاء الله في كأس العرب، ندعو جمهورنا إن شاء الله أن يتواجد ويملأ الملعب، وبعدين عندنا مباراة ثانية للاتفاق، فحنا ما نستبق الخطوات، عندنا مباراة يوم الأربعاء نمثل المملكة خارجيا. صحيح. وبعدين لما يجي وقت النهائي بنفكر في النهائي. سعيد بالعلاقة بين المدرب واللاعبين ورضا الجمهور؟ ما في شك، الحمد لله، وحنا يعني أهم شيء عندنا إسعاد جماهيرنا،
وإن شاء الله يفرحون عن قريب بإذن الله. الأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، شكرا جزيلا لك. شباب كم باقي لنا وقت؟ دقيقتين. طيب كابتن كم لقطاتك؟ كم باقي لقطة؟ بقي 8 لقطات كلها تخص النصر، جزء من الوقت أخذ رئيس نادي النصر، تكمل معنا بكرة؟ والله ليه تحب هذا؟ عندك ارتباط؟ عندك شيء؟ هو ما كان مخطط أنك أنت بكرة معنا معزوم؟ مو عاد أحد بتعزم أحد شيء؟ أي والله معزوم. طيب بعد بكرة عشان جمهور النصر ما يزعل، يعني تكلمنا عن الهلال وكيف وصل النهائي، جمهور النصر يبغى يعرف النصر كيف وصل للنهائي، يبغى يطمن. متى توعدهم؟ يلا أنتم جمهور النصر تفهموا. أبد سمونا بوجود بس ثلث وربع لا. وصلت الفكرة. خلاص الخميس طيب. بإذن الله. الخميس تكمل جمهور النصر عشان الوقت يعني. خلاص بإذن الله. طيب نشوف ضيوف حلقة الغد. بدر رشود الإعلامي الرياضي، وعبد الله اليوسف مدير المكتب الإقليمي لصحيفة عكاظ بالقصيم. نايف شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية. شكرا لك موجود. سامي شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. وبقول نقطتين بس. شكرا الأمير فيصل بن تركي أن أيد الاستعانة بالحكام الأجانب. شكرا لك أنت شخصيا تركي على دعمك المستمر حقيقة عبر هذا المنبر والبرنامج المهم وصاحب الشعبية والانتشار لأنشطة وأهداف وجهود جمعية الأطفال المعوقين. بالأمس تحدثت عن زيارة لاعب الاتحاد الجمعية مركز الملك عبدالله بجدة. شكرا لك. أنا أنقل لك تحية. هذا منهج 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 رسمي في من إدارة روتانا لهالموسم لكل البرامج لدعم الموضوع. بس أبغى أقول كلمة في نص ساعة الأخيرة جتني أكثر من 30 رسالة تتكلم عن خصوصيات الناس من اللاعبين. يا جماعة خلوا علاقتنا مع اللاعبين ومع الوسط الرياضي داخل الملعب. ما فيكم أحد اللي أرسل هالرسائل، ما فيكم أحد يقبل أنه أحد يتكلم عن خصوصياته ولا عن أمور الأسرية. فاللي ما تقبل على نفسك لا تقبل على الآخرين. تعاملوا مع الوسط الرياضي واللاعبين فيما يخص كرة القدم والرياضة فقط، والأشياء الثانية ما هو مسموح لأي أحد التدخل فيها. دعوا الخلق للخالق. خلونا نتعامل مع اللاعبين، واللي وراء اللاعبين احنا ما ندخل فيهم. موعدنا غدا 11:30 في أمان الله. Playing midfield in the Premier League. Well, he's struggling, isn't he?